الله دلالي ما هوش على ما خلو الله 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 دلالي لا هوش على ما خلو الله الله سيف جبالي سيف جبالي سيف جبالي من حوضه الموروء الله الله ربي عطاني ربي عطاني ربي عطاني محل العطاء والجود الله الله شكرا عايشك مرسي قدم لنا روح زياد العياري نخدم في الجزائر ونغني في عديد الفرق الصوفية والوترية يعني تخدم في السلامية السلامية كيفاش موفق ما بين خدمة البيتزاير والسلامية؟ والله لمحالة التوفيق هو من عند الله قبل كل شيء واحد يحاول معناه يوفق بين خدمته بين خدمته ذيك العادية وبين المدح النبي عليه الصلاة والسلام ويحاول ينسق بيناتهم أي الخدمة اللي تميل لها أكثر؟ والله بتبيع بالفن الفن أنا ساري في دمي حاجة الوحيدة ديما أنا نتبع ديما الفن بصفة عامة اللي هو الديني أو الوتري ديما معناتها نواكب ديما نحس روحي معناها نتفرهد كين ديما نخلي هذيك معناها بالرغم حاجة أنا نخليها ديما حاجة إضافة زايدة الفن ديما معناها نحس روحي إلا نرقى معناها راحة كبيرة لو تذكرنا كيفاش بدا الغرام بالسلامية والإنشاد الديني الغرام من الصغرى أنا كنت ننشط في فرقة سلامية بقيادة الحاج خميس الزياني حاب نوجه له تحية وحبيت نوجه تحية زادة لصاحبي المايسترو عربي عزيز كان يسمع فيا من مروج سيس ديما أنا وياه ديما نتقابلوا مع بعضنا ونبرفوا مع بعضنا ونعملوا برايف ومعناها هذوما الزوز قلت لك اللي معناها تكونت منهم معناتها وأطروني وحطوني معناها في السكة ورقيت روحي ديما معناها ديما نواكب الفن ديما ننشط دار ثقافة ديما معناتها في المجلات الكل ديما ترقاني إلا وترقاني ديما معناها موجود وديما نحضر للبرايف سيرتو راهو تو في وقتنا تو سلامية راهو اللي يخدم في الوتري في العوادة لازم يسقل صوته بالسلامية لأنه الصوت يتسقل بالإنشاد الديني وبالذكر إذا أنت معناتها ما تكونش صوفي في السلامية تنجمش تغني في الوتري لأن السلامية تسقل الأصوات إنشاد الديني يسقل الصوت تخمم في المستقبل أنك تأسس فرقة سلامية وحدك؟ إن شاء الله علاش لا واحد يخمم بتبيع يخمم معناها كل إنسان طموح يطمح باش معناها يكون هو قدوة كما غيرك كما الغير كما حضرة رجال تونس ما شاء الله كما توفيق دغمان كما أسامي عديد الأسامي أحمد جلمام ذوما هما معناتها كيما عبد جواد محيسن كيما برشا معناها فرق معناها بن محمود فرقة بن محمود عزيز كان نسمع بها برشا معناها فرق اللي هي خرجت معناها عديد الأجيال وناس معناتها خدمت على رواحها وكانت معناتها في أبها حلة شنو اللي خليك تختار زوز مهن تخدمهم؟ زوز مهن اللي انا الله غالب اخترت زوز مهن
المهنة تحبهم. زوز نحبهم بطبيعة الحال. المهنة الأولى أنا ما خدمتي ذيك أولى، معناها صحيح خدمتي بالنهار ثم خدمتي في الليل اللي هي الفن الوتري أو الصوفي. نوفق، نحاول نوفق بيناتهم. المحالة رقم راو يصعب باش نجم، الصعب لأنك توفق بيناتهم. لازمك تكون تخدم، لازمك تخدم، لازمك معناها تخدم مش نجم توفق بيناتهم وتنجم تخلط معناها الحاجة اللي ترضي الجميع، سواء ترضي خدمتك منها وترضي معناها كل الناس. وشو فرق ما بين خدمة السلمية في الصيف والشتاء؟ والله شو خدمة السلمية في الصيف والشتاء، في الصيف ديما خير، في الصيف لأن تكثر العروسات، فما عروسات، عيد ميلادات، هذوما هما معناها حنن عروس، حنة عروس وتية عروسة. وفي الشتاء تقل، تبدأ عندك عروض شتوية. رو صحيح تخدم عرض، راك نجم تكون تخدم عرض في الشتاء خير ما تخدم في الصيف، لكن العروض مش ديما العروض، عرض يجيك معناها ثلاثة أربع عروض ورا بعضهم، خمسة عروض ورا بعضهم تخدمهم في الشتاء، ترقد شوية تعاود، يجيك الصيف تعاود تخدم، معناها تبدا معناتها تحاول تعمل كومبونيزون بيناتهم باش توفق. انت نجحت في انك توفق ما بيناتهم؟ بالطبيعه نجحت، انا تو لحد الان ناجح باش نوفق بيناتهم، اما ديما نحاول، ديما نطمح باش نحاول نوفق بيناتهم. باش تختم لنا؟ باش نختم لكم اغنيه معناها في مقام البياتي، جئت انا محمد بدين الاسلام. ان شاء الله يا ربي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله ربي ينعم علينا بالخير والبركه والأمة الإسلامية والعربية. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المنزلة وشمس دين الإسلام. جئتنا محمد بدين الإسلام، وأنت المعلم وأنت الإمام، عليك أزكى صلاة وسلام، فهي الرسالة من رب الأنام، اقتدي بطه معلم الإمام، عليك أزكى صلاة وسلام.